ثلاث سنوات وما زالت مسيرات بيتا وبيت دجن حاضرة وتتجدد أسبوعيا بهدف حماية الأراضي التي يحاول الاستيطان الاستيلاء عليها لإقامة بؤر استيطانية فيها. يعني الرسالة رسالة واحدة ووحيدة، وهي استمرار المقاومة الشعبية في مقاومة هذا المحتل، مقاومة مستوطنيه. والرسالة الخاصة هنا في بيتا أن جبل صبيح هو جبل فلسطيني بامتياز، لن يسمح لا أهالي بيتا ولا الشعب الفلسطيني ولا كادر المقاومة الشعبية أن يبقى مستوطن أو جندي واحد على هذا الجبل، وستستمر هذه الفعاليات حتى دحر هذا الاحتلال ودحر المستوطنين عن هذا الجبل. رسالتنا أنه نحن مستمرين في المقاومة الشعبية حتى إزالة هاي البؤرة الاستيطانية اللعينة، ورسالتنا لأبناء شعبنا الاستمرار في المقاومة الشعبية. في كل مرة يمنع الاحتلال المواطنين من التقدم صوب أراضيهم، حيث يقوم جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني تجاه المواطنين الذين لا يملكون سوى الحجر ردا على هذا القمع، بالإضافة إلى إشعال الإطارات المطاطية. هذه المسيرة خرجت اليوم من أجل أسرانا الأبطال لنوصل رسالة من جبال بيت دجن أن لهؤلاء الأبطال أن لستم وحدكم، بل أننا في بيت دجن وفي شعب فلسطين نقف خلفكم. وهذه المسيرة اليوم خرجت من أجل هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض بيت دجن. خرجنا في هذه المسيرة في هذا اليوم نتيجة الممارسات العنجهية الذي يقوم بها هذا المحتل من استيطان وقمع أسرى واعتداء على المصرى، فأصبح يعيث في الأرض الفساد والدمار الكبيرين، فقد خرجنا بعزيمة وثبات نصرة لأسرانا ونصرة لهذه الأرض. بالرغم من القمع والتنكيل بالمشاركين في المسيرات الشعبية، إلا أن مشهد تصدي البلدتين للاحتلال بالمقاومة الشعبية يؤكد على تشبثهم بأرضهم وأحقيتهم الشرعية فيها. رسالة تتجدد في كل مرة من قبل أبناء شعبنا بأن المقاومة الشعبية باقية ومستمرة حتى دحر الاحتلال واسترداد أراضي المواطنين التي سلبت منهم عنوة. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيتا جنوب نابلس.